مرحبا مرة تانية بكل اللي بيتابعونا وزي ما قلنا في البداية خلال هذه الأيام بتمر الذكرى ال 43 على انطلاق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة المناضل الثوري دكتور نايف حواتمة دكتور نايف هو من أوائل القادة الفلسطينيين اللي دعوا إلى حل الأزمة عن طريق التسوية السياسية عن طريق قرارات الأمم المتحدة عن طريق التفاوض مع الجانب الإسرائيلي معروف عنه جدا أنه هو فيلسوف الثورة الفلسطينية من أبرز اليساريين العرب وهو ينتمي لحركة القوميين العرب كان موجود معانا قبل كده ونورنا في نهارك سعيد في احد زياراته للقاهره وموجود معانا مره ثانيه النهارده الدكتور نايف حواتمه امين عام الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين صباح الخير يا فندم اهلا آه. بحضرتك شكرا لكم اهلا بك خلينا نبتدي في في البدايه وحضرتك قمت بالزيارة لقصر الاندلس محل اقامه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاربعاء اللي فات اهم ما تم مناقشته خلال هذه الزياره نحن التقينا مع الاخ محمد عباس ابو مازن ومعه فريق جبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين ومعه فريق فتح في اطار العمليات التحضيريه للاجتماع الشامل الذي جمع جميع الفصائل الفلسطينيه وعدد من الشخصيات المستقله عقدنا ثلاثه جولات تحضيريه للاجتماع الشامل ثم انتقلنا الى الاجتماع الشامل في الاجتماع الشامل القضايا الرئيسيه التي ناقشناها هي القضايا التالية أبو مازن قدم مداخلة سياسية وأشار إلى القضايا بعناوينها وبعده مباشرة كانت المداخلة لي شخصيا فقدمت القضايا بعناوينها الكبيرة وبإيضاحات لها أننا هنا بالاجتماع من أجل أن نطبق اتفاق 4 مايو الذي توصلنا له بعام 2011 بالقاهرة بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل ووقعنا عليه ومعطل عن التنفيذ حتى الان بسبب اشكاليات داخليه بين فتح وحماس، واشكاليات مضافه حماس حماس، ولذا علينا ان نرتقي لنقدم لشعبنا مجموعه من الخطوات الملموسه، في الخطوه الاولى بعنوانها الكبير برنامج سياسي موحد لجميع القوى والفصائل الفلسطينيه خاصه بعد ان انتظمت حماس وجهاد الاسلامي في اطار منظمه التحرير الفلسطينيه، منظمه التحرير الفلسطينيه عباره عن جبهه وطنيه عريضه مم. للشعب الفلسطيني ائتلافيه تتشكل من كل القوى الفصائل والتيارات الفكريه والسياسيه في الحركه مم. الوطنيه الفلسطينيه. اذا نحن بحاجه الى برنامج سياسي موحد يستند الى اتفاق 4 مايو 2011 الذي وقعنا عليه مم. بالقاهره. ثانيا علينا أن ننتهي من صياغة قانون واحد للشعب الواحد بالعودة إلى الشعب بانتخابات شاملة تتناول المجتمع وتتناول المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية صلاحياته في حدود الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وتتناول المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية التي تشكل الإطار الشامل الجامع للجميع ويجب ان تكون هذه القوانين الانتخابيه بموجب التمثيل النسبي الكامل. <applause> العنوان الثالث ضروره التوافق على في الخط والهجوم السياسي الذي بداناه بالجمعيه العامه للامم المتحده في 23 سبتمبر الماضي حتى ننتزع اعترافا من الامم المتحده باغلبيه الثلثين بدولة فلسطين بحدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس حتى ننتهي من صيغة المفاوضات التي طالت 20 عام دون أن تصل إلى نتيجة وبالتالي يصبح هناك مرجعية جديدة محددة من المجتمع الدولي من الأمم المتحدة للمفاوضات التي يمكن أن تستأنف في يوم ما وأيضا أن نشكل حكومة توافق وطني بين الجميع نتجاوز فيها الجزئيات الصغيره والتي نشبت من جديد داخل حماس وبين حماس وفتح، مهمه هذه الحكومه انتقاليه الاشراف على العوده للشعب بانتخابات شامله تقوم على التمثيل النصفي الكامل، وايضا العمل على فك الحصار عن قطاع غزه ومحاوله اعمار قطاع غزه. والنقطه او العنوان الكبير الاخير هو ضروره وضع خطه اقتصاديه واجتماعيه جديده لتعزيز صمود شعبنا داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله مم. وفي مخيمات اللجوء والشتات هذه هي القضايا الكبيره التي ناقشناها لكن من المحزن انا اقول بوضوح للجميع لشعب فلسطين لشعب مصر لكل الشعوب العربيه لكل القوى المحبه للسلام والعداله وحق الشعوب تقرير المصير مم. اننا انتهينا الى لا شيء لماذا مم. الى لا شيء؟ لانه اغرقنا بقضايا جزئيه صغيره بين فتح وحماس ومنها حكومة التوافق الوطني برئاسة أبو مازن وكان هذا اقتراح من خالد مشعل وأمير قطر حماس وضع سلسلة اشتراطات عليه غير مقبولة عليه وغير مقبولة على أحد لانها مره اخرى تعيد انتاج الانقسام ونحن نريد ان ننتهي من الانقسام ونبني الوحده الوطنيه وانشغلنا ايضا بقضايا جزئيه لها علاقه باطلاق سراح المعتقلين بين حماس وفتح والمصالحه المجتمعيه ولذلك القضايا الكبيره كلها انتهينا فيها الى شيء هذا محزن جدا هذا يؤشر مره اخرى ان الافكار الباطنيه التي لا زالت قائمه داخل صفوف فتح قياده فتح وداخل قياده حماس لا تصل الى درجه جادة بضروره إسقاط الانقسام واعاده بناء الوحده الوطنيه على اساس القضايا الخمس الكبرى التي ذكرناها وما هو, هو مصير المصالحه الفلسطينيه يعني تخيلنا ان هي تت... ستؤدي بشكل او باخر الى ال... الوحده الوطنيه مره تانية وبناء الوحده الوطنيه ليه وصلنا لكده وصلنا الى ما وصلنا اله هناك سلسله من عمليات الاعتقال المتبادل بين فتح وحماس في كل من الضفه وقطاع غزه، سلسله من التضييق على الحريات بل حتى مصادره الحريات بنسب متفاوته بين رام الله وغزه وكذلك الحال قضايا جزئيه صغيره بحق التنقل بين غزة والضفة وأن تعمل لجنة الانتخابات المركزية على إعداد لوائح الاقتراع ولوائح الشطب حتى ننتقل إلى العودة إلى الشعب ونحدد سقف زمني قريب للانتخابات على أساس قوانين تمثيل النسب الكامل من المحزن أن أقول جاءت اشتراطات جديدة بعد أن كان الاقتراح من خالد مشعل مع أمير قطر أن يتحمل أبو مازن مسؤولية رئاسة الحكومة حماس طرحت اشتراطات جديدة أعلنت على لسان قادتها بقطاع غزة أولا أن يقسم اليمين أمام المجلس التشريع المعطل شخصيا ثانيا أن يكون لحماس 51% من مجموع الوزارة ثالثا أن يكون بيدها وزارة الداخلية والعدل والمال رابعا أن يكون حماس تسمي نائب لرئيس الوزراء هذا كله غير ممكن ولم يقع باتفاق الدوحة الذي تم التوقيع عليه بين عباس ومشعل بحضور أمير قطر ولذلك هذه الجزئيات كلها هي التي عطلت بينما كنا متفقين قبل أن ندخل إلى الاجتماع وبالأعمال التحضيرية التي جرت بيني وبين الأخ أبو مازن هذه هي العناوين الكبيرة الخمسة التي ذكرتها هي التي يجب أن تكون موضوع بحثنا وفعلا طرحتها كانت موضوع البحث كان هناك إجماع من 12 فصيل فلسطيني بما في فتح بما في أبو مازن شدد كذلك على ما قلته ومع الشخصيات المستقلة بأن ما طرحته هو الذي يجب أن نعمل به وفعلا صغنا بيان أولي طرح على الاجتماع لكن جاءت الاعتراضات نتيجة للقضايا الجزئية الصغيرة أنه علينا أن نتمهل قبل أن نعلن هذه القرارات حتى نحل القضايا الجزئية بين فتح وحماس والمشكلات المتعلقة بالاشتراطات الحمساوية على أبو مازن ثم أن حماس لا زالت تتحفظ على قانون التمثيل النسبي الكامل جربنا نحن القانون المختلط كان كارثه سبع سنوات عجاف جاء بالانقسامات المدمره الرابح الاكبر دوله الاحتلال اسرائيل وزحف الاستيطان الخاسر الاكبر الشعب الفلسطيني والشعوب العربيه وكل القوى المحبه للسلام في العالم وحق الشعوب بتقرير المصير الذي يتحمل المسؤوليه الكامله بهذا مره اخرى تفتعل اشكالات جزئيه داخل حماس وبين قياده حماس وإشكالات جزئية بين فتح وحماس لتعطل القضايا م. الكبيرة ولذلك م. إتفاق مايو 2011 الذي وقعنا عليه بالقاهرة اتفاق م. معلق تسعة شهور كاملة من المفترض أن نتقدم بالخطوات الملموسة ولذلك استقبل الشعب الفلسطيني بالإحباط باليأس النتائج لأن النتائج انتهت إلى لا شيء بالقضايا الأساسية نتيجة م. للصراع على السلطة والنفوذ بين فتح وحماس بدلا من الالتزام بقضايا الوحده الوطنيه وبرامج الوحده الوطنيه التي وقعنا عليها وكان رقم اتفاق مايو 2011 هو البرنامج رقم اربعه امتداد سبع سنوات عجاف من الانقسام المدمر، لا نريد العوده الى الانقسام والاشتراطات اللي وضعت بشان الوزاره وتشكيل الوزاره كلها تشير انها ستعيد انتاج الانقسام، حتى ننتهي من الانقسام يجب ان نعود الى الشعب بانتخابات للمؤسسه التشريعيه للسلطه الفلسطينيه والمؤسسه البرلمانيه الشامله للشعب الفلسطيني بالداخل والخارج في منظمه التحرير على اساس تمثيل النسب الكامل كما ان التجربه المصريه بالنظام الانتخابي المختلط تدلل على مزيد من زرع الانقسامات. في الحياة المصرية بدلا من أن يتقدم الوضع عملا بنداءات ثورة مم. 23 يناير المجيدة عيش كرامة ديمقراطية تعددية وعدالة اجتماعية هذا لا يمكن أن يتم مم. إلا بوحدة الشعب على سهل. أساس قانون سهل. جديد يقوم على التمتين في الكامل كما مم. فعلت تونس بعد الثورة مم. وكما فعل المغرب الأقصى وكما سيفعل اليمن لانهم اتفقوا في اطار التسويه الداخليه السياسيه اليمنيه اليمنيه ان الانتخابات البرلمانيه ستكون بالقوائم المغلقه 100% تمثيل نسبي كامل. يعني اقدر اقول رفضت حماس وحدها التمثيل النسبي الكامل للمجلس التشريعي صراعا على السلطه. نعم آه الاخوه بحماس آه آه وكنا قبلها قد اختلفنا مع الاخوه بالفتاوى. <applause> عندما ناضلنا ونحن الذين قدمنا اقتراحات ومبادرات العمليات الانتخابية بالعودة إلى الشعب بالتمثيل نصف الكامل ووصلنا إلى نتيجة البلديات الجامعات المؤسسات الاجتماعية النقابية المهنية تمثيل نسبة كامل 100% بالقوانين المغلقة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير البرلمان الموحد 100% تمثيل نسبة كامل بالشأن المجلس التشريعي حيث السلطة والمال والنفوذ فتح في حينها التي رفضت ثم وصلنا إلى نتيجة قانون مختلط 50% تمتين نسبي 50% دائرة فردية جاء بالانقسام ثم جاء بالانقلابات السياسية والعسكرية على يد كل من فتح وحماس مما دمر العمليه الانتخابيه وسبع سنوات في الحاله الانقساميه، الان شعبنا على ضوء ايقاع ثوره 25 يناير في مصر والثورات العربيه الاخرى نزل بعشرات الالوف بغزه وبالضفه الشعب يريد اسقاط الانقسام وعلى اساس قانون انتخابات يقوم على التمثيل النصف الكامل، وصلنا مع حماس 12 فصيل آآ آآ رفعنا النسبة إلى 75% تمثيل نسبة كاملة 25% دائرة فردية كان هذا في مارس 2009 بالقاهرة بالحوار الوطني الشامل الآن يتضح من التجربة الفلسطينية وكذلك الحال من التجربة المصرية الانتخابية بالقانون المختلط بينما التجربة التونسية والمغربية جرت على أساس تمثيل النسب الكامل تجارب ناجحة جمعت كل القوى والتيارات ووضعوا الثورة عندهم على سكة السلامة بما يلبي ما طرحته الثورة في الميادين بينما عندنا لا زالت المسألة معقدة الآن 12 فصيل باجتماعات الأربعاء والخميس والشخصيات المستقلة كلها أجمعت على التمثيل النسبي الكامل بكل المؤسسات الفلسطينية فقط خالد مشعل الذي اعترض طلب مهله اضافيه شهر شهرين من الزمان آه والان تشتغل لجنه منبثقه عن اللجنه العليا من اجل وضع قانون انتخابات واحد للشعب الواحد <applause> كل المؤسسات بالتمثيل نصف الكامل حتى نبحث ونقر هذا بالاجتماع القادم للجنه القياديه <applause> العليا لتطوير كل النظام السياسي <applause> الفلسطيني نحن تحت الاحتلال، غزو الاستيطان الاستعماري، نحتاج لكل الفصائل، لكل القوى، لكل النقابات والاتحادات، لكل الشخصيات في اطار موحد على اساس برنامج سياسي موحد والعوده الى الشعب كما قلت وحكومه وحده وطنيه، الان ايضا حكومه التوافق الوطني تاجلت بفعل اشتراطات حماس على عباس ولذلك اعتقد طالما تاجلت علينا ان ندعو الى حكومه جديده برام الله تنتبه لقضايا الشعب لقضايا الجوع والفقر والبطاله وسحب الايدي الفلسطينيه العامله بالمستوطنات لان المستوطنات بالضفه الفلسطينيه بصراحه كامله اقول لكل شعوبنا العربيه تبنيها عماله فلسطينيه ولذلك يجب خطه اقتصاديه اجتماعيه جديده لحكومه جديده برام الله تلبي هذه القضايا إلى أن يحين وقت نتمكن فيه من تشكيل حكومة موحدة ونسقط الحكومتين الحكومة برام الله وحكومة حماس بغزة لصالح حكومة الوحدة الوطنية ببرنامج هذه العناوين الكبيرة أكيد يعني كلنا نتمنى أن يحدث هذا أن يصبح هناك حكومة وطنية سواء فلسطينية أو مصرية ده من الجانب الفلسطيني من الجانب الاسرائيلي في خلال العشرين سنه يعني التي مضت هل كان في هناك اي شيء تقدمت به اسرائيل من اجل السلام اطلاقا ومن هنا مره اخرى وشخصيا اعلنت انا شدت أبو مازن ان لا يذهب للمفاوضات الاستكشافيه التي عقدت خمسه جولات في عمان برعايه ممثلي الرباعيه الدوليه وطون بلير المنتدى من ايضا هذه الرباعيه الدوليه خمس جولات عقدت في عمان بين الفريق التفاوض الفلسطيني برئاسه صابع عريقات والفريق الاسرائيلي برئاسه اسحاق مولخو مدير مكتب نتنياهو لم ينتج عنها شيء اطلاقا لان حكومه نتنياهو ترفض الاستجابه لنداء الرباعيه الدوليه بان تقدم خرائطها للحدود وقضايا الأمن والربط بين هذه المعادلة الحدود والأمن بينما الفريق الفلسطيني قدم خرائطه وأوراقه إلى الرباعية الدولية حكومة نتنياهو رفضت ذلك ووعدت أن تقدم هذا بمارس القادم بمعنى مرة أخرى كسب زمن لانفلات زحف الاستيطان على القدس التي يجري تهويدها وعلى الضفة الفلسطينية ومن هنا لا شيء، لذلك طرحنا على اجتماع الاربعاء والخميس بالقاهره بحضور كل هذه الفصائل والقوى ضروره استئناف الهجوم السياسي الفلسطيني بان نعود الى مجلس الامن ونعود الى الجمعيه العامه للامم المتحده ونطرح عليها مشروع قرار قبولنا دوله فلسطين عضوا بالامم المتحده حدودها 4 يوليو 67 عاصمتها القدس العربية المحتلة عام 67، فنحل المرجعية بقرار جديد من الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لتشكل الإطار السياسي والإطار العملي لمفاوضات من نوع جديد تقوم على القرار الدولي الجديد الذي عليه إجماع وبذلك هذا القرار نحل مشكلة أننا دولة وحدودها 4 يونيو وليست حدود متنازع عليها بين بيننا وبين الاحتلال وعاصمته القدس وليس قرار حكومات إسرائيل بضم القدس العربية والقدس الكبرى إلى دولة إسرائيل زائد الأطماع التوسعية بالضفة الفلسطينية بتعبير آخر لن يبقى من الضفة الفلسطينية ما يكون صالح لدولة متصلة قابلة للحياة ولذلك علينا أن نستأنف هجومنا السياسي أيضا هذا جرى التحفظ عليه بمعنى آخر الأمور غير ناضجة بفتح غير ناضجة بحماس لإسقاط الانقسام هناك ناس مستفيدة من بقاء الانقسام مصالح جزئية ماليه اقتصاديه وظيفيه وبالتالي تتشبث باعاده انتاج الانقسام امام الضغط الجماهيري، الشعب يريد اسقاط الانقسام وانا ادعو من هنا ان يطور الشباب والمراه في الاراضي الفلسطينيه المحتله والقوى الحيه في الاراضي الفلسطينيه المحتله والمخيمات الفلسطينيه من شعار الشعب يريد اسقاط الانقسام الى الشعب يريد اسقاط الانقساميين حتى نحل هذه المسألة لا نبقى معلقين في الهواء بينما غول زحف الاستيطان يتسع في اليومي الآن يجري بناء عشرة آلاف وحدة سكانية بالضفة الفلسطينية فضلا عن الألوف المؤلفة بالقدس العربية أقول للجميع القدس الآن تحت التهويد شبه الكامل بقي بيد العرب من القدس العربية 15% وأغلبية القدس العربية أصبحت مهودة ب 30 ألف مستعمر مستوطن والمناطق المختلطة الباقية يجري محاولة استكمال تهويدها وتسفير العرب المقيمين عليها المخاطر كبرى وعليه مرة أخرى السلاح الأساسي بيدنا هو الوحدة الوطنية صحيح. على الأسس الخمسة الكبيرة التي ذكرتها صحيح. كيف ترى الوضع في فلسطين الآن أو بالأدق كيف ترى مستقبل فلسطين بعد يعني كل الانتهاكات اللي بيتعرض ليها المسجد الاقصى الان حتى انه في اعتقد تهديد باقتحام المسجد. لو بقى الحال كما هو عليه ولم يصبح هناك اي وحده وطنيه، كيف ترى مستقبل فلسطين؟ المسجد الاقصى يدخل في اطار المقدس بنظر شعب فلسطين والشعوب العربيه وكل محبي السلام في العالم. والمسجد الاقصى هو ممر لكن يجب ان ننتبه ان القدس المحيطه بالمسجد الاقصى يجري تهويدها بالكامل هنا الخطر الاكبر هنا الخطر الاكبر حتى يبقى فقط الى المسجد الاقصى ممر و يمر له المصلون وبالتالي يجب ان ننتبه الى الاخطار الحقيقيه، الاخطار الحقيقيه حلها باسقاط الانقسام والعوده الى الشعب بانتخابات تمثيل نصف الكامل باطار برنامج سياسي جديد، وباطار برنامج اقتصادي واجتماعي جديد وحكومه وحده وطنيه، اذا لم نخطو هذه الخطوات لن يستجيب لنا الشعب عندما ندعوه الى المقاومه الشعبيه. الى انتفاضه جديده سلميه جماهيريه كما الانتفاضه الكبرى بين 87 الى عام 93 لان الشعب الان مربع انعدام تقريبي للثقه بالقيادات الفلسطينيه ومصداقيه القيادات الفلسطينيه بعد ان اجتمعنا بالقاهره انخفضت اكثر فاكثر بصفوف الشعب ولذلك لن يلبي نداء هذه القيادات حتى يلبي يجب أن نبدأ بالقضية المفتاحية مم. إسقاط الانقسام بالعودة إلى الشعب بقوانين تبتين النسب الكامل حتى عندما ننادي الشعب نناديه على أساس برنامج سياسي موحد برنامج اقتصادي واجتماعي جديد عادل منصف يوزع المسؤولية بما يلبي الصمود والنهوض مم. من جديد وحكومة وحدة وطنية المصالحة الفلسطينية هي الحل في الوضع الحالي حضرتك في تصريح ليك قلت 2012 هو عام ميت سياسيا، ماذا كانت تعني عباره ميت سياسيا؟ نعم، آه، هذا صحيح، قلت هذا آه، واعلنت هذا وانت الان تذكرين هذا، آه، لكن اضفت جمله، آه، عام ميت سياسيا على الجبهه الاسرائيليه الامريكيه، آه، حكومات اسرائيل حكومه نتنياهو لا تريد السلام ولا تقدم اي خطوه باتجاه السلام ولا اي اشاره باتجاه السلام اطماعها التوسعيه باستكمال تهويد القدس وزرع الضفه الفلسطينيه بشبكات من المستوطنات وتحويل التجمعات الفلسطينيه الى كانتونات وبالتالي منع وسد الطريق على بناء دوله فلسطينيه قابله للحياه، وعلى جبهه الامريكان العمليه الانتخابيه والانشغالات الاقتصاديه بالحل الاقتصاديه داخل الولايات المتحده، لكن بالنسبه لنا بالنسبه لحركه التحرر الوطني دائما بعمر الشعوب التي ناضلت من اجل الحريه والاستقلال عن الاستعمار عن الاجنبي وانهاء الاحتلال كانت سنه الانتخابات الامريكيه سنه استثنائيه ثمارها كثيره اذا احسنا استخدامها بمعنى ان ننهض بشعبنا بالخطوات الكبرى التي ذكرت ويتحول شعبنا الى حاله من المقاومه الشعبيه الشامله الجماهيريه باليومي مما يؤدي الى تحريك كل الحاله العالميه من جديد كما تحركت كل الحاله العالميه بما في الامريكيه كذلك بسنه انتخابات بثوره 25 يناير المباركه في ميدان التحرير وميادين المدن المصريه كما تحرك الشعب في اليومي بمئات والملايين مئات الالوف والملايين كما وقع بتونس كما وقع بالمغرب الاقصى كما وقع باليمن، باليمن بالمناسبه الاداره الامريكيه واضيف يعني دول عربيه معينه غطت علي عبد الله صالح 11 شهر، لم تطالب باي خطوه، لكن امام صمود الشعب ونهوضه وهذه سنه انتخابيه امريكيه اضطر الامريكان ان يتدخلوا الاتحاد الاوروبي الامم المتحده للوصول الى تسويه سياسيه مم. تؤدي الى انهاء حكم علي عبد الله صالح مم. واعاده بناء المجتمع ومؤسسات الدوله مم. بهيكليه جديده تلبي مطالب الثوار بصنعاء بعدن بحضرموت بصعده وهكذا، اي ان سنه الانتخابات الامريكيه سنه يمكن ان تستثمر على يدنا كما استثمرت على يد حركات التحرر الوطني بالعالم لانه على جبهه الاداره الامريكيه وجبهه حكومات اسرائيل عاما سياسيا ميتا ويريدوننا ان نكبل انفسنا عند هذه الحاله التي يريدون ان يشتغلوا بعيدا عن قضايا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي حضورنا على الارض وبالميدان وفي اليوم يشترط ويستدعي ان ننجز ما قلته بهذا الامر حتى ينهض الشعب ونعيد تجديد العلاقة على درجة عالية من المصداقية بين القيادات الفلسطينية وبين جماهير الشعب عندئذ هذا العام سيتحرك كثيرا جدا بالإدارة الأمريكية وبالعالم كله أما إذا بقينا هكذا فهو ميز سياسيا بمعنى أن الإدارة الأمريكية لن تتحرك والإدارات الإسرائيلية ليست في وارد مشروع سلام فتوسعيه استيطانيه لا تسعى لتحقيق السلام هذه هي الحكومه الاسرائيليه ومن الناحيه الاخرى المصالحه الفلسطينيه هو الحل الامثل في الفتره القادمه. دكتور نايف حواتم امين عام الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده بشكرك شكرا لك. مشاهدينا خليكم معنا لسه معانا فقرات جايه في نهارك سعيد.